إذا قيل الجهاد في سبيل الله فيراد به القتال في سبيل الله، وإن كانت كلمة جهاد هي أوسع من القتال، فالجهاد والقتال واحد من الجهاد، لكن عند إطلاق الجهاد في سبيل الله المقصود ماذا؟ القتال. هو ذروة سنام الإسلام، كأن الإسلام جمل وسنامه أعلى هو الجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات ولا شك، وفيه بذل الأرواح والأنفس والأموال، فإذا عظمت المشقة عظم الأجر. في جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع أن تدافع، يعني الجهاد الدفع الإنسان اضطر لأن يدافع عن نفسه، هذا ما يحتاج فتوى أصلاً، يعني واحد اعتدى عليك ممكن تدفع باللي تستطيع. جهاد الطلب أنك أنت تجاهد تطلب الكفار حتى تفتح بلاد الكفار وتدخلهم بالإسلام. وإذا أبوا الإسلام يؤمرهم بالجزية، أبوا أن يعطوا الجزية قتلوا، هذا اسمه جهاد طلب. هذه غاية العظمى من الجهاد في سبيل الله لتحقيق التوحيد. حتى يكون الدين كله لله، الآية الثانية ويكون الدين لله، الآية هذا وقال حتى لا تكون فتنة، يعني الشرك، ويكون الدين كله لله، يعني حتى يدين الناس بالتوحيد ويخلص الدين لله عز وجل. وهذا قرآن آية صريحة واضحة محكمة، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ لماذا؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الأصل في القتال حتى نبلغ الدين. يعني هناك من يعترضك يمنعك من تبليغ الدين، يقف حتى تريد أن تبلغ كل الكفار، كل أهل الأرض الذين خلقهم الله لعبادته. حتى تبلغ هذا الدين الجن والإنس، فهناك من يعترضك، فممكن أن يقاتل حتى نبلغ الدين، ليس المراد حتى نحصل على أموالهم أو حتى تتسع رقعة بلاد المسلمين ولا حتى نتسلط عليهم ولا لا، المراد نقاتلهم حتى يكونوا مسلمين. من محاسن الإسلام أن لا يقتل النساء والأطفال، يؤخذ أرقاء ويحسن إليهم، ويدعون الإسلام. وكم من مسلم من علماء المسلمين كان من المماليك فصار عالما نفع الله به. لو مات على ما هو عليه من الكفر لكان في جهنم خالدا مخلدا فيها. فيؤخذ
النبي عليه الصلاة والسلام أخذ امرأة من اليهود فتزوجها فصارت أم المؤمنين. تصور بعد ما كانت إيش يهودية، لو ماتت على اليهودية المحرفة لكانت في جهنم. لكن أخذت في السبايا فوجدوا أنسب ما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من محاسن الإسلام. بعض الناس يعني يتملص من هذا الحكم ويقول لا ما في رقم الإسلام. ليش ما في رقم؟ هذا موجود في كتاب الله.